الو السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في هذه السلسله من مقاطع فيديو اللي فيها ثلاثه الاجزاء اللي غنتناولوا فيها ان شاء الله تصحيح ديال امتحان وطني موحد بكالوريا لسنه 2018 بالنسبه لمسلك العلوم الفيزيائيه الدوره العاديه، طبيعي الحال بالنسبه لماده الفيزياء والكيمياء. نبداو على بركه الله. دونك الصفحه الاولى من الموضوع هي كالتالي، وكتلاحظوا فيها ان غادي نطرقوا الاربعه ديال التمارين. التمرين الاول وهو في الكيمياء محسوب على 7 ديال النقاط، غنتناولوا فيه التحليل الكهربائي وتفاعل حمض اللاكتيك. التمرين الثاني اللي هو على 2.5 نقاط غادي نتناولوا فيه الموجات. التمرين الثالث اللي عليه 5 نقاط غادي نتناولوا فيه الكهرباء، وهنايا ثنائي القطب ار سي والدارة ار ال سي. والتمرين الرابع اللي منقط على 5.5 نقاط الذي يعنى بالميكانيك، اللي غنتناولوا فيه دراسة حركة السقوط الرأسي ودراسة الطاقية لمتذبذب ميكانيكي. دونك نبداو بالتمرين الأول اللي في الكيمياء. دونك الجزء الأول الكيمياء. دونك الجزء الأول تحليل كهربائي لمركب أيوني برومور الرصاص. دونك نقراو موضوع التمرين. ننجز تحليل كهربائي لبرومور الرصاص Pb2++ Dbr- عند درجة حرارة مرتفعة بواسطة مولد يزود الدارة بتيار كهربائي شدته E ثابتة. أثناء هذا التحليل الكهربائي يتوضع فلز النحاس على أحد الإلكترودين، ويتكون غاز ثنائي البروم بجوار الإلكترود الآخر. كتلاحظوا بأن هذا المعطى مهم بزاف، غادي نشوفوا أبخي من بعد. عند اشتغال المحلل الكهربائي لمدة زمنية دلتا تي كتساوي 3600 ثانية، تتكون الكتلة M تتساوي 20.72 غرام من فلز الرصاص. هذا هو معطى مهم غادي نستغلوه لاحقا إن شاء الله. المعطيات مزدوجتان متدخلتان في التفاعل هما كالتالي Pb2+Pb و Br2Br-. ثابتة فرادي هي كالتالي: الحجم مولي للغازات في ظروف التجربة هي Vm كتساوي 70.5 لتر بار مول. كتلاحظوا بان هذه القيمه هي مرتفعه مقارنه مع القيمه اللي كتعرفوا اللي هي 24 او 22.4. وعلاش هذا التغيير؟ هو كيف كتلاحظوا هنايا التجربه كنقوموا فيها بحراره في عند درجه حراره مرتفعه، وهذا كيفسر علاش الحجم المولي هو مرتفع لهذه القيمه هذه. من بعد دونك اخر معطى هو الكتله الموليه للرصاص. دونك ام بي كتساوي 207.2 غرام بار مول. دونك نمر الاسئله. دونك السؤال الاول: اعطي اسم الالكترود الانود ام الكاثود الذي يتكون بجواره ثنائي البروم. دونك بطبيعه الحال اسم ديال الالكترود اللي كيتكون بجواره ثنائي البروم هو الانود. لماذا؟ لحدوث الاكسده بجواره، باش نعرف بانه يعني الالكترود يعني كيتكون بجواره ثنائي البروم. كنعرف بان اول حاجه الانود مرتبط بالاكسده، ومن خلال معطيات التمرين كيبان لي بان يتوضع هنا اثناء التحليل الكهربائي يتكون غاز ثنائي البروم. بمعنى ثنائي البروم هنا كيف كتلاحظوا في المزدوجه هو ناتج، وهنا كنفهم بانه بي ار موان كيتاكسد باش كيعطيني بي ار 2، حيت بي ار 2 هو مؤكسد، بالتالي اذا كان مؤكسد ناتج كيكون التفاعل كيكون هو اكسده، فبي ار موان كيتاكسد باش كيعطيني بي ار 2. وكنعرفوا بان الالكترود اللي كتكون فيها الاكسده كنسميوه الانود، يعني الاكسده او الانود مرتبط بالاكسده، والكاثود مرتبطه بالاختزال. دونك ديما ردوا البال هذه القضيه هذه. دونك ثانيا اكتب معادله التفاعل الكيميائي الحاصل عند كل الكترود والمعادله الحاصله اثناء اشتغال المحلل. ف عند الانود طبيعة الحال عندنا اكسده، دونك اكسده ديال الايونات بي ار موان كتعطينا بي ار 2، وكتلاحظوا بان الاكسده هي تفاعل اثناء يحدث اثناء يعني فقدان الالكترونات. وعند الكترود الكاثود طبيعة الحال عندنا اختزال، دونك اختزال ديما مرتبط بالكاثود، فعندنا هنا اختزال ايونات بي بي 2 بلس اللي تعطينا بي بي. وديما كتلاحظوا بان تفاعل الاختزال هو تفاعل يحدث خلاله اكتساب للالكترونات. بالنسبه للمعادله الحاصله ما هي الا الجمع من بين هذ التفاعلين، انصاف المعادلات بجوج هنايا، مع الحرص على ان يكون عندنا نفس العدد ديال الالكترونات، نفس المعامل.
وبالتالي كنحصلوا على المعادله الحاصله اثناء اشتغال المحلل. دونك السؤال الثالث، حدد الشده اي للتيار الكهربائي المار في الداره خلال المده دلتا تي. دونك هنايا خصنا نعرفوا كيفاش نربطوا العلاقه ما بين التيار والمده الزمنيه وكذا الكميه الماده الانواع الكيميائيه المتكونه او لا او لا يعني المتفاعله. دونك العلاقه اللي كتجمع ليا هاد المقادير هي كالتالي، دونك كي الشحنه كتساوي اي التيار في دلتا تي المده الزمنيه الشغال كتساوي ان او اللي هي كميه ماده الالكترونات اللي كدور ليا في الجهاز ديالي في المحلل في اف ثابته فارادي. دونك من هذه المعادله كنحصل على ان او كتساوي اي دلتا تي سوغ اف، ومن خلال نصف معادله تفاعل اختزال الايونات ديال بي بي دو بلس كنوجدوا بان بي بي دو بلس بلس دو او موان كتعطينا بي بي. علاش اختاريت هذا نصف المعادله؟ لان في المعطيات ديال التمرين عطاونا واحد المعطى اللي هو الكتله ديال الرصاص اللي تكونت ليا، يعني الرصاص اللي تكون ليا بطبيعه الحال بما ان عندي معطى اللي متعلق بالرصاص غادي نستعمل نصف معادله ديال الرصاص. من هاد نصف المعادله كنقدر نكتب هاد المعادله هذه اللي كتعني كميه الماده ديال الالكترونات اللي كتكون ليا مقسومه على جوج، جوج هو المعامل ستوكيومتري، كتساوي كميه الماده ديال الرصاص. هنا الرصاص بما انه ناتج فهذه كتعني كميه الماده ديال الرصاص المتكون، كميه الرصاص المتكون مقسوم على واحد اللي هو معامل ستوكيومتري. دونك من هذه العلاقه شنو كنفهم؟ كنفهم بانه لانتاج مول واحد من الرصاص كنحتاج مولين من الالكترونات. دونك من هذه العلاقه هذه عندنا ان او كتساوي جوج مضروبه في ان بي بي كميه ماده الرصاص، وانطلاقا من هذه العلاقه هذه كنعوض التعبير ديال كميه ماده الالكترونات اي دلتا تي سوغ اف كتساوي جوج كميه ماده الرصاص كنعوضها بالتعبير ديال الكتله على الكتله الموليه. دونك جوج كتله ديال بي بي على الكتله الموليه ديال بي بي ديال الرصاص. من هنايا كنستنتج التعبير ديال التيار، دونك اي كتساوي 2 اف ام بي بي سوغ دلتا تي ام بي بي. هاد المعطيات كلها عندي، دونك نقدر نقوم بتطبيق عددي. دونك ثابته فاراداي الكتله اللي هي 20.72 غرام كنخليها بالغرام، دلتا تي ديما كنحرصوا على دلتا تي تكون بالثانيه، دونك ديجا عطاونا في المعطيات بالثانيه ماشي مشكل، وكتله الموليه ديال الرصاص 207.2. تطبيق عادي كنوجدوا التيار اللي هو 5.36 امبير اللي هي قيمه يعني معقوله بالنسبه للمحلل اللي هو صغير، يعني من ان التيارات يمكن لها توصل عده مئات من الالاف من الامبيرات بالنسبه للمصانع يعني في الاندستري. والسؤال الرابع، احسب في ظروف تجربه الحجم في لغاز ثنائي البرون المتكون خلال المده دلتا تي. وهنا بنفس الكيفيه غادي نحاولوا نخرجوا هذا السؤال هذا. فبما ان حنا هنايا كنتكلموا على يعني بغينا نحسبوا الحجم في لغاز ثنائي البروم، فغادي نستعملوا نصف المعادله اللي فيها ثنائي البروم هي هذه. دونك من هذه المعادله كنحصلوا على هذه العلاقه هذه نفس الشكل بالنسبه للسؤال السابق. دونك كميه الماده ديال الالكترونات مقسومه على جوج، جوج حيت عندي هنا معامل ستوكيومتري جوج، كتساوي كميه الماده ديال ثنائي البروم المتكونه حيت بي ار 2 هنايا ناتج، دونك كميه الماده المتكونه مقسوم على واحد حيت عندي هنايا واحد كمعامل ستوكيومتري. دونك اش كيعني هاد العلاقه هادي؟ كتعني بان لانتاج مول واحد من بي ار 2 كنحتاج مولين من الالكترونات. فمن هاد الانطلاقه من هاد العلاقه عندي ان او كتساوي جوج مضروبه في ان بي ار 2، وعلما انطلاقا من العلاقه السابقه اللي كنا شفنا كميه الماده الالكترونات كتساوي اي دلتا تي سوغ اف. وهنا كنعوضوا كميه الماده ديال بي ار 2 باش بالحجم على الحجم المولي، لماذا؟ لان بي ار 2 عباره عن غاز هنايا في على في ام، وكنستخرجوا التعبير ديال في انطلاقا من هذه العلاقه هذه. دونك في بي ار 2 اللي مطلوب منا السؤال انا نحسبوها كتساوي اي دلتا تي في ام سوغ 2 اف. تطبيق عددي، دونك اي ديجا عندنا ديجا حسبنا القيمه ديال السؤال الفارض، دلتا تي عندنا، في ام عندنا في المعطيات، و اف ثابته فاراداي عندنا، وكنحصلوا على 7.04 لتر. وكنردوا البال مزيان للوحدات، ف
فهنا VM هو بليتر بار مول، هنا دلتا L دلتا T ديما الثانية، E بالأمبير طبيعة الحال، وفراد بالكولوم بار مول. دونك هنا كنحصلوا على الليتر. دابا نمروا للجزء الثاني من التمرين الذي يعنى بدراسة تفاعلين لحمض اللاكتيك. دونك نقراو المعطى ديال التمرين. يعرف عادة حمض هيدروكسي بروبانويك بحمض اللاكتيك، وهو حمض عضوي يدخل في مجموعة من التفاعلات البيوكيميائية. يوجد هذا الحمض في الحليب والألبان وفي بعض الفواكه والخضار، ويستعمل كمادة مضافة في الصناعة الغذائية وفي الصيدلة ضد بعض أمراض الجلد. يهدف هذا جزء من التمرين في مرحلة أولى إلى دراسة تفاعل حمض اللاكتيك مع هيدروكسي الصوديوم، وفي مرحلة ثانية إلى دراسة تفاعله مع كحول. دونك الجزء الأول تفاعل حمض اللاكتيك مع هيدروكسي الصوديوم. دونك بالنسبة للمعطيات، تم جميع معطيات تم جميع قياسات درجة حرارة 25. الصيغة نفس المنشورة لحمض اللاكتيك هي كالتالي. دونك كتلاحظوا بأن هنا المجموعة كربوكسيل، دونك حمض كربوكسيلي، ونرمز له بـ AH، ولقاعدته المرافقة بـ أموا. دونك AH لتفادي يعني كتابة هذه الصيغة اللي هي طويلة جدا، كنستعملوا هذا الرموز AH وأموا. أموا كتلاحظوا بأن القاعدة المرافقة لهذا الحمض اللي هو AH. أعطونا ثابتة الحمضية المزدوجة AH أموا اللي هي K=10^-3.9، وأعطونا منطقة الانعطاف لبعض الكواشف الملونة اللي هما الهيليونتين، أزرق بروموتيمول وأحمر الكريزول، اللي غادي نستغلو من بعد. نمروا الأسئلة. السؤال الأول، أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل خلال المعايرة. دونك هنايا تمرين كلاسيكي للمعايرة، وكتلاحظوا بأن هنايا عطاونا كمعطى المنحنى ديال بي اش بدلالة في بي، وعطاونا رسموا هنا المنحنيات. حنا نطرقوا لهادشي أبخي. دونك هنايا السؤال الأول، نركزوا على السؤال الأول، أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل خلال المعايرة. دونك عندنا هنا تفاعل حمض لاكتيك مع هيدروكسيد الصوديوم. دونك أول حاجة خصنا نحددوا المزدوجتان المتفاعلتان المستخلتان في التفاعل. فأول مزدوجة هي اللي عطاونا ديال الحمض AH وأموا، وبما أنه غيتفاعل ليا مع هيدروكسيد الصوديوم، فكنعرف بأن هيدروكسيد الصوديوم ينتمي لهاد المزدوجة هادي اللي فيها الماء كحمض. كنعرفوا بأن تفاعل الحمض قاعدة ما هو إلا تفاعل ما بين حمض ديال المزدوجة وقاعدة ديال المزدوجة الأخرى. فهنايا الحمض غيتفاعل ليا مع AH مع القاعدة ديال المزدوجة الأخرى. دونك HA بلس OH موان غادي يعطينا A موان زائد H H2O. دونك هنايا H2O، عفوا هنايا كاين خطأ، هنايا H2O. السؤال الثاني، عين إحداثيتي نقطة تكافؤ PHE و VBE. دونك هنايا كنبغي نأكد أن هنايا كاين واحد الخطأ، عفوا، دونك H2O هنايا H2O. دونك السؤال الثاني، عين إحداثيتي نقطة تكافؤ VBE و PHE. دونك انطلاقا من المنحنى اللي عطاونا في المعطيات، بي اش بدلاله في بي اللي هو حجم القاعده المضافه، فكنلاحظوا بان رسمونا مماسات، وهذا كيعني اننا غادي نستعملوا طريقه المماسات. دونك باستعمال طريقه المماسات، يعني كنرسموا المستقيم اللي هو متواز اللي هو متعامد عفوا مع المماسات، وكنرسموا المنصف لهذه القطعه، والتقاطع ديال المنصف مع المنحنى كيعطينا نقطة التكافؤ اللي الإحداثيات ديالها هو بي اش او. بي اش عند التكافؤ ني في هذه الحالة هو 8، والإحداثية الثانية هو في بي او اللي هو الحجم المضاف عند التكافؤ اللي في هذه الحالة 10 مللتر. دونك هكا كنكونوا حصلنا على الإحداثيتين ديال نقطة التكافؤ بي اش او و في بي او. نمر السؤال الثالث، احسب تركيز سي ا للمحلول. فبطبيعة الحال غنستعملوا علاقة التكافؤ، دونك سي ا في ا كتساوي سي بي في بي او. اللي مطلوب منا هو سي ا، إذا فسي ا كتساوي سي بي في بي او على في ا. سي بي ديجا معطية، دونك ديما سي بي هو تركيز المحلول المعاير وديما كيكون معروف. في بي او كنحصلوا عليه عن طريق التجربة كيفما شفنا في المنحنى، لقينا 10 مليلتر. وفي ا هو حجم المحلول المعاير اللي تا هو خصو يكون معطي، دونك معطينا في المعطيات 15 للمليلتر. بعد التطبيق العادي كنوجدوا بان السي ا كتساوي 2.2 مول بار لتر. جيد، نمروا الان السؤال الرابع. اختر معللا جوابك الكاشف الملون الملائم لمعلمه التكافؤ بين من بين الكواشف الملونه المقترح. دونك كتلاحظوا هنايا الى رجعنا للمعطيات غنشوف بان اقترحوا هنا ثلاثه ديال الملونات، كل ملون كل كاشف ملون عنده واحد المنطقه الانعطاف. دونك اللي خصني نعرف هو ان الكاشف الملون الملائم خصو يعني المنطقه الانعطاف ديالو خصها تضم نقطه التكافؤ،
كنعرفوا بان عفوا بي اش عندها تكافؤ، كنعرفوا بان بي اش عندها تكافؤ كيساوي 8 كيف شفنا في الميبيان. وبالنسبه للجدول ديال الكواشف الملونه كنلاحظوا بان احمر كريزول عنده منطقه الانعطاف كالتالي 7.2 حتى 8.8، وهذه منطقه الانعطاف هي اللي كتضم ليا بي اش او، وبالتالي فاحمر الكريزول هو الكاشف الملون المناسب لهذه المعاينه. والسؤال الخامس، اوجد نسبه التركيز ديال الاموع على التركيز ديال الاي اش عند اضافه في بي كتساوي 10 مليلتر، ثم استنتج النوع الكيميائي المهيمن اي اش او لا اموع. دونك باش نحصلوا على هذه النسبه هذه، اولا عند في بي كتساوي 10 مليلتر استنادا للميبيان كنجدوا بان بي اش كتساوي 8، ونعلم ان العلاقه هذه مهمه بزاف، بي اش كتساوي بي كا زائد لوغ ديال التركيز ديال القاعده التركيز ديال الحمض. دونك من هذه العلاقه كنستنتج ال لوغ ديال امو على ا اش كتساوي بي اش موا بي كا ا. باش نتخلص من لوغ كنستدرج هنا 10 اس هذا المقدار هذا، دونك 10 اس بي اش موا بي كا ا، وكنستعمل هنايا المميزه ديال القوى، دونك 10 اس بي اش في 10 اس ناقص بي كا ا. 10 اس ناقص بي كا ا ما هي الا كا ا، وهنا كيبان لي بان كا ا هنا عندي معطى معطيه لي في المعطيات، و بي اش حتى هو عندي هنايا انطلاقا من المبيان، فيمكن لي نقوم بتطبيق عددي، ف اش على ا موان كتعطينا 10 اس ناقص 3.9 ف 10 اس 8 بي اش كتساوي 8، كنحصلوا عليه في 10 اس 4.1. الى قمنا بادراج هذا العدد هذا في الاله الحاسبه كنحصلوا على 1.26 ف 10 اس 4. كيف ما كتشوفوا هذا عدد يعني كبير جدا، وهذا كيعني بان التركيز ديال اموا هو اكبر بكثير من التركيز ديال اش ا، وهذا يعني بان اموا هو النوع الكيميائي المهيمن عند بي اش كتساوي 8. وغنمروا دابا للجزء الثاني، تفاعل الحمض اللاكتيك مع الميثانول. دونك نمزج في حوجله الكميه ان 0 كتساوي 10 ناقص 3 مول من الحمض اللاكتيك اللي هو الصيغه ديالو على الشكل، مع نفس الكميه ان 0 كتساوي 10 اس ناقص مول. دونك هنا عندنا خليط متساوي المولات من الميثانول الخالص CH3OH، ثم نسخن بالارتداد الخليط التفاعلي على مده عفوا الخليط التفاعلي مده زمنيه معينه، فنحصل عند نهايه التفاعل على استر او كميه مادته ان او كتساوي 10 اس ناقص 4 مول، وهذه هي الكميه اللي كنحصل عليها تجريبيا. دونك السؤال الاول، اذكر مميزتين للتفاعل الحاصل. دونك اول حاجه التفاعل اللي كيعطيني كناتج استر هو تفاعل استر، كيف كنعرفوا في الدرس التفاعل استر هو تفاعل بطيء ومحدود، دونك هادو هما المميزتين ديال تفاعل استر. السؤال الثاني، اقترح عاملين حركيين لتسريع تفاعل استر. فكيف ما شفنا في الدرس لتسريع تفاعل استر يكفي اننا يا اما نرفعوا من درجه الحراره ديال الوسط التفاعلي، واما بادراج حفاز. دونك سؤال 3، اكتب باستعمال صيغ نصف المنشوره معادله التفاعل الحاصل بين حمض اللاكتيك والميثانول. فهذا تفاعل اسرى كيف كنعرفوا، حمض اللاكتيك يلعب دور حمض الكربوكسيلي والميثانول يلعب دور الالكول. دونك هذا هو الحمض الكربوكسيلي وهذا هو الكحول، فهنا كيعطينا استر زائد جزيئات الماء. هناك كيف كتلاحظوا هنايا اش هنايا كان كيجي هذا الجزء هذا سي اش 3 كيرتبط ليه بالاكسجين، وهذا الهيدروجين هذا كيرتبط ليه بو اش باش يعطينا اش 2 او كيف ما شفتوا في الدرس. كيبقى لنا السؤال الاخير اللي على 0.75 نقطه، احسب المردود اخ عند نهايه التفاعل. دونك نعلم ان المردود تركيز يعني العلاقه ديالو هي اكس اك على اكس ماكس. اكس اك هو هي كميه الماده ديال استر الناتجه يعني تجريبيا كنحصلوا عليها تجريبيا، واكس ام هي اكس ماكس هي كميه الماده اللي كنحصلوا عليها من الاستر الا افترضنا بان التفاعل كلي، الا افترضنا بان التفاعل كلي يعني ان تفاعل استر غير كلي هو محدود. دونك باش نحصلوا على هذه القيم ديال اكس اك واكس ماكس لازمنا من وضع او رسم الجدول الوصفي. دونك الجدول الوصفي هو كالتالي، ا هو الحمض، ب هو الكحول، او هو الاستر، اش 2 او. دونك هنا عندنا
الجدول الوصفي كيف ما متعودين انكم تنجزوه. هنا كتلاحظوا بان كميه الماده ديال A وديال B هي نفسها N0 N0، يعني عندنا خليط متساوي المولات. وزيادة على ذلك بما ان العوامل ستوكيومتريه كتساوي واحد يعني متساويه، فهنايا كنكون حققنا واحد الخليط ستوكيومتري، خليط ستوكيومتري، وهذا كيعني بان ما عندناش متفاعل محيط، المتفاعلين بجوج كيختفوا معا عند نهايه التفاعل بطبيعة الحال الا افترضنا بان التفاعل كلي. دونك المعطى الاول هو اكس اك، دونك اكس اك في هذه الحاله كيساوي ان او، ان او هي كميه الماده اللي كنحصلوا عليها عن طريق التجريب اللي كتساوي هنا في هذه الحاله اكس اف. وبالنسبه لاكس ام كنحصلوا عليها عن طريق هذه الطريقه هذه، فان 0 عند نهايه التفاعل الا افترضنا بان التفاعل محدود فاحد النواتج غادي 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 يختفي كليا، بما ان عندنا خليط ستوكيومتري فالمتفاعلين بجوج غيختفيو كليا. فان 0 موا اكس ماكس، كنعوضوا اكس اف باكس ماكس، كتساوي 0، وهذا كيعني بان ان 0 كتساوي اكس ماكس. دونك في هذه الحاله هذه اكس ماكس كتساوي ان 0، ان 0 اللي هي عندنا في المعطيات. فاغ التعبير ديال اغ كيصبح ان او على ان 0، دونك ان او كتساوي 10 اس ناقص 4 كيف ما عندنا في المعطيات، و ان 0 10 اس ناقص 3. الحساب كيعطينا 0.6، كنضربوها في 100 باش نحصلوا على النسبة المئوية، كنحصلوا على اغ كتساوي 60%. دونك بهذا كنكونوا وصلنا للنهاية ديال هذا الجزء هذا اللي تناولنا فيه التصحيح ديال التمرين الأول ديال الكيمياء. ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو اللاحق إن شاء الله. جاهلي بالقبيلة، وقد عالج هذه القضية باستعمال عنصر التفصيل، إذا بتفصيل نفس القضية وهي علاقة الشعر الجاهلي بالقبيلة سيناقشها الكاتب في الفقرة جوج، ولكن بنوع من الإجمال والاختصار. إذن علاقة الشاعر الجاهلي بالقبيلة بإجمال أي باختصار، ويعود إلى النص سنجد أن الكاتب مثلا عالج هذه الإشكالية علاقة الشاعر بالقبيلة وهي علاقة تلاحم، تقريبا استعمل 8 أسطر وختمها بأربعة أبيات من معلقة عمرو بن كلثوم، في حين أنه عالج نفس القضية في الفقرة الثانية في سطرين ونصف. إذن هنا نلاحظ بأنه نفس الفكرة تعالج في فقرتين، مرة بالتفصيل في الفقرة واحد ومرة بالإجمال في الفقرة جوج. إذن نقول كالسيد الأساسي بأن التعالق التفصيل والإجمال أيضا يعتبر عنصرا من عناصر تحققي أو تحقيقي الاتساق بين الجمل. ثم نختم بآخر عنصر من عناصر الاتساق وهو رابعا ما يسمى بالتعارض. إذا التعارض، إذا التفصيل، ثم ما هو التعارض؟ هو أن الكاتب يناقش فكرة في فقرة معينة ثم في فقرة أخرى وهي غير ما تكون فقرة موالية يحاول أن يعطي فكرة معارضة أو مناقضة للفكرة التي ناقشها في الفقرة السابقة. إذا التعارض نجده مثلا في الفقرة جوج، مثلا في الفقرة جوج نلاحظ أن الكاتب عالج موقف الالتحام، إذن عالج الكاتب في هذه الفقرة علاقة الالتحام بين الشاعر الجاهلي وقبيلته في إطار طبيعة الحال العصبة القبلية. سيأتي في الفقرة الثالثة لكي يعارض هذه الفكرة،
من خلال إذا نقول إذا يعارض الكاتب الفكرة السابقة من خلال التأكيد على أن الإسلام جاء لكي يفتت العلاقة السابقة، يعني علاقة التلاحم بين الشعب والقبيلة، إذا العلاقة السابقة في مقابل الدعوة إلى توحيد الأمة تحت لواء الدين الإسلامي. إذا تلاحظون هنا بأن الاتساق بين الفقرة 3 والفقرة 2 تحقق بواسطة ما يسمى بالتعارض، حيث أن الكاتبة عارض في الفقرة الثالثة الفكرة الواردة في الفقرة 2. هنا الفقرة 2 تتحدث عن علاقة التلاحم الحاصلة بين الشاعر وبين قبيلته، وفي الفقرة الثالثة الكاتب أتى بفكرة أخرى مناقضة أو معارضة للفكرة السابقة، حيث أكد بأن الإسلام جاء لكي يحارب ولكي ينبذ العصبية القبلية ولكي يدعو إلى ضرورة التوحد حول الدين الجديد، وبأن وحدة الأمة أهم من وحدة القبيلة. إذن هنا الخلاصة الأساسية التي نخرج بها كاستنتاج أساسي، إذا نقول كاستنتاج، إذا ثالث استنتاج، إذا استنتاج عام، إذا يتحقق الاتساق بين فقرات النص بواسطة أدوات أساسية هي التكرار المعجمي، ثم إذا قلنا التكرار المعجمي التعالق الدلالي، ثم التفصيل والإجمال، وأخيراً ما يسمى بالتعارض. إذن استنتاج عام، قلنا التساق بين فقرات النص يتحقق بواسطة أربعة أو أربع وسائل أساسية، هي تكرار كلمة والعبارات ما يسمى بالتكرار المعجمي، التعالق الدلالي، التفصيل والإجمال، ثم التعارض. وطبعا نختم بتطبيقات. إذن أطلب منكم أن إذن تطبيقات، إذن اقرأ نص المنهج الاجتماعي لنبيل راغب وبين وسائل الاتساق بين فقرته. إذا أنا هنا نكون قد أنهينا درسنا المتعلق بالاتساق. أشكركم على طيب المتابعة.